حضرنا في رسم توديع أخونا الراحل أحمد خنافي، هذا الرجل المخلص الوفي لوطنه ولحزبه، أثنى حياته مناضلا مخلصا، وكان آخر عمل قام به بصفته عضو مكتب السياسي أنه حضر لتجمع ضخم جهوي في أكتوبر 2020، تجمع لمناضلي الغرب الجزائري، وكان إذانا بعودة جبهة التحرير الوطني للساحة السياسية، ورجل مخلص نزيه نظيف، نتمنى له الرحمة والغفران والنعمة، أشكره الله في فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا، وتعازينا لنفسنا لأنفسنا ولكل الأسرة الوطنية والأسرة الثورية ولكل مناضل ومناضلات حزب التحرير الوطني وكل مواطن ومواطنات ولاية عتيق ومشيط الغرب الجزائري بصفة عامة. إن فقدنا رجلا مخلصا من طراز عالي، رحم الله أخونا أحمد خنافو وغفر له إن شاء الله.